Have a great day. أريد أن أقول عندما نقول عن أردوغان بأنه لص سرق المصانع والمعامل، سرق القمح، سرق النفط بالتعاون مع داعش، والآن يسرق الأرقام بهذا العنوان. ولكن نجيء اليوم إلى إدلب ترخص لها بكل طيب خاطر. حالة من الضبابية تسيطر على الوضع العام في الحسكة شمال شرق سوريا في ظل استمرار المعارك لليوم الثالث على التوالي بين ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية وعناصر من جماعة داعش الإرهابية منذ هجوم الأخيرة على سجني الصناعة وغويران في المحافظة، واللذين يضمان الآلاف من معتقلي الجماعة الإرهابية. الهجوم هو الأكبر منذ إعلان هزيمة داعش الوهابية قبل نحو 3 سنوات. الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 70 عنصرا من الطرفين وفق المرصد السوري المعارض. مصادر محلية قالت إن إرهابي داعش سيطروا على أجزاء واسعة من حياء غويران والزهور ورفعوا راياتهم فوق أحد المباني في الحي. وسط استمرار الاشتباكات في محيط سجن الصناعة وغياب أي دور لقوات الاحتلال الأمريكي في مساعدة ودعم حلفائها قسد، إلا من غارة جوية يتيمة استهدفت كلية الاقتصاد التابعة لجامعة الفرات على أطراف حي غويران. وسط هذه التطورات شهدت الأحياء التي سيطر عليها إرهابيو داعش والقريبة منها حالة من النزوح الجماعي نحو المناطق الأكثر أمنا، وخاصة التي تقع تحت سيطرة الجيش السوري كحيي المفتي والصالحية، على الرغم من محاولات داعش الإرهابية منع المدنيين من النزوح باتجاه هذه المناطق. في الأسباب أعلنت داعش الإرهابية أن هجومها جاء بهدف تحرير معتقلين لها، وأما في الاستراتيجية فقد يعتبر الهجوم خطوة أولى للإرهابيين ومن ورائهم الاحتلال الأمريكي لإعادة إحياء الجماعة التكفيرية بهدف إغلاق الحدود العراقية السورية التي لا تزال تشكل قلقا أمريكيا في المنطقة، ما قد يفسر السكوت الأمريكي الغربي على عودة العمليات الإرهابية التي تتبناها داعش في كل من سوريا والعراق. أخرى يحرز السوريون النصر في مسيرتهم، لأن الشمس تحزن إذا لم تلامس بخديها سماء الشام، وتأبى إلا أن تنثر شعاعها الذهبي على سوريا الأبية، ليسمو السوريون بوطنهم رغم أنف الحاقدين، حاقدون على سوريا فقط لأنها عربية الهوى والنسيم، أصيلة لا تحيد بوصلتها عن القدس.